أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يسأل: هل يجوز أن ندفن الموتى بعد الفجر وبعد العصر؟ وما معنى حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو ندفن فيهن موتانا؟ نعم، لا يجوز دفن الأموات وقت بزوغ الشمس، بزوغ الشمس ووقت قيامها في وسط السماء قبل أن تزول، ولا وقت غيبوبة الشمس حتى تغيب، وهذه أوقات قصيرة ما، لكن ما يبدأ الدفن فيها، وإلا هي ما تتسع لدفن الميت، لكن ما يبدأ الدفن في هذه الأوقات الثلاثة. وأما قبلها وبعدها فلا بأس بدفن الأموات، بل المبادرة بدفن الميت أحسن. نعم.